بجد التحية بحضراتكم مرة تانية، وبرحب بضيوف المشرفين النهاردة في برنامج الأشبال، الكابتن عبد الله فاروق المدرب العام لفريق 2000. ازيك يا كابتن عبد الله؟ كابتن أسامة، أخبارك إيه؟ الحمد لله تمام، نورنا وشرفنا. ربنا يخليك كابتن. كابتن إسماعيل الليسي لاعب فريق 2000، ازيك يا كابتن ليسي؟ الحمد لله يا كابتن، أهلا بيك. أخبارك إيه؟ الحمد لله تمام. إيه مبسوط داخل النادي الأهلي؟ أه طبعًا. مين موجود داخل النادي الاهلي مش مبسوط يعني؟ تمام. هنبتدي النهارده بالكابتن عبد الله فاروق المدرب العام لفريق النادي الاهلي. كابتن عبد الله، قول لنا بقى في البدايه، يعني دي اول سنه تدريب ليك داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. والبدايه يعني كانت داخل النادي الاهلي داخل قطاع الناشئين. قول لنا بقى، كلمنا عن التجربه دي، خاصه يعني انت بتدي يعني البدايه هي في مشوار التدريب داخل القطاع. لا يعني بدايه الحمد لله رب العالمين، بدايه موفقه جدا في النادي الاهلي. زي ما بدات وانا لعيب كوره في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، الحمد لله ربنا كرمني وبدات في قطاع في التدريب في قطاع الناشئين في النادي الاهلي برضو. زي ما بنقول النادي الاهلي ما بنساش ولاده يعني. انا طبعا انت عارف ان انا ابني من ابناء النادي الاهلي، فاول ما بطلت كوره فالناس كلمت كباتن في النادي الاهلي، والحمد لله بدات مشوار في التدريب في النادي الاهلي في قطاع الناشئين يعني. لعبت انت في الناشئين في النادي الاهلي من وانا 9 سنين؟ 9 سنين. 9 سنين لحد طلعت سنة عارة، وبعدين رجعت كملت حتى 23 سنة، وبعدين طلعت بره النادي. كان مين جيلك بقى في الناشئين في النادي الاهلي؟ كان الشناوي واحمد عادل، محمد سمير، شبيطه، ما شاء الله يعني، شريف اشرف، يعني فيهم لعيبه كتير لعبت فريق الاول. الحمد لله كملوا في الدوري الممتاز، وفي ناس كتير موجوده في الدوري في الممتاز. طب قول لي بقى، يعني انت اول سنة تدريب، التدريب اسهل ولا اللعب؟ لا اللعب. اللعب اسهل طبعا. اللعب اسهل بكتير يعني. تدريب حاجات يعني دراسه وبتتعامل مع لعيبه، بتنقل لهم خبراتك وبتعمل، لكن اللعب انت مسؤول عن نفسك بالظبط. ما انت لكن التدريب مسؤول عن فرقه كامله، مسؤول عن 30 لعيب، مسؤول عن بطوله بتاخدها، مسؤول عن لعيبه تطلعها الفريق الاول. تمام. لكن انت لما بتبقى لعيب كوره بتبقى مسؤول عن نفسك، مسؤول عن تمارينك، مسؤول عن ماتشاتك. لا لو انت لعيب اسهل كتير من التدريب بس. تمام. هنروح بقى لاسماعيل الليس. اسماعيل، انت انضميت في يناير للنادي الاهلي. تمام مظبوط. قول لي بقى يعني الكواليس، ومين اللي شافك ومين اللي رشحك، وانضميت ازاي للنادي الاهلي؟ والله يا كابتن، هو الموضوع بدأ من شهر 4 اللي فات. كان عن طريق كابتن احمد السيد. رشحني للكابتن علاء ميهوب. بعت اللجنه الفنيه كابتن ناجي خليل، جه اتفرج عليا في ماتش من ماتشات المصريه للاتصالات في الناشئين، والحمد لله عجبته، وكنت على تواصل مع الكابتن علاء ميهوب، والكلام ده من شهر 4. قعد الموضوع تقريبا لحد شهر 10. مفيش خطوه ايجابيه يعني من النادي. لغايه لما في يناير كنت على تواصل مع الكابتن امير توفيق. و يعني النادي الاهلي بيتابعك من فتره. من شهر 4 اللي فات مع الكابتن علاء ميهوب. لعبت ماتش فرقه 2000. عملت ماتش كويس، كان كابتن امين يعني عجبته، وكابتن علاء ميهوب قبل ما يقدم الاستقاله بتاعته كان قدم تقرير من الكابتن من الكابتن امين عرابي. بعدها بفتره يعني الكابتن عادل قاي اتدخل في الموضوع وخلص الموضوع على طول يعني. تمام. مركزك يا اسماعيل؟ انا بلعب تحت الفرود، وبلعب برضو حته الديفندر دي. يعني بتلعب في حتتين. كابتن امين عرابي اكتر مركز بيشكك فيه هو تحت الفرود، تحت المهاجم. تحت المهاجم. تمام. كابتن عبد الله، يعني عايزك في البدايه تقول لي بقى الجهاز الفني الاول لفريق 2000. ما شاء الله انتوا عاملين نتائج مميزه. الحمد متبقي لله. كمان 6 مباريات على البطوله، لكن لو كسبتوا ماتشين حسمتوا البطوله رسمي. قول لي بقى الجهاز المعاون معاكم مين؟ معانا الكابتن امين عرابي طبعا مدير فني. انا مدرب عام. تمام. معانا كابتن تامر دسوقي مدرب حراس مرمى. تمام. كابتن تايجر مدرب احمال. معانا الدكتور محمود دكتور الفريق، ومعانا عبد الحميد المدلك الفريق، وعماد انور الاداري. وعماد انور الاداري طبعا الدينامو بتاعنا. تمام. اداري نشط جدا. عمليه التصعيد بقى، يعني في زي ما احنا بنتكلم عن عمليه تصعيد داخل قطاع الناشئين من اللاعبين، انتوا ممكن بتستعينوا بلاعبين من 2001 ومن 2002 و2003، برضه في عمليه تصعيد للمدربين زي ما احنا شايفين دلوقتي. يعني مخرجنا ده كروري وعماره بيعرضوا مشوار فريق 2000 في بطوله دوري منطقه القاهره. عايز اكلمك عن عمليه تصعيد برضه المدربين. ما شاء الله انت برضه كنت يعني متولي الاول فريق كام في 2008. الاول؟ 2008. حصلت عمليه تصعيد تاني. كنت انا بادئ مع 2008 في اول السنه. اشتغلت معاهم حوالي 3 شهور او 4 شهور، وكابتن عادل مصطفى
لما كابتن محمد يوسف كان ماسك مدرب مؤقت، كابتن علي مصطفى طلع ماسك معاه في الجهاز الفريق الاول. فال 2003 كانت ما فيهاش مدير فني، فنزل كابتن اشرف ابو زيد من مدرب عام 2000 لمدير فني 2003، وانا اتصعدت من مدرب عام 2008 لمدرب عام 2000. 2000 2000 اللي رشحك كان كابتن امين عرب، كابتن امين عرب، كابتن عريم، وكابتن امين، وكابتن فتحي اتكلم، وكابتن اتسال كابتن تامر حفني، طبعا هو اللي كان المدير المسؤول عن المدربين البراعم. فاتكلم معاه وبتاع، وكابتن تامر يعني اتكلم بصفه كويسه جدا وطريقه كويسه جدا. دي خطوه كويسه جدا طبعا، انك انت بتبتدي الاول في براعم او مدرسه الكوره، بعد كده تنتقل يعني لمرحله ثانيه. فزي ما احنا بنتكلم عن تصعيد داخل قطاع بيفيد اللاعبين برضو، دي خطوه مهمه جدا ليك في مشوارك التدريبي. طبعا انا يعني من المحظوظين ان الناس يعني اللي انا بدات في البراعم وفي نفس السنه ان انت تطلع تمسك فرقه 2000 في قطاع الناشئين، ده انت مدرب من المحظوظين. تمام. من المحظوظين اللي موجودين في النادي ان انت في نفس السنه تطلع تمسك مدرب في فريق 2000 في قطاع الناشئين 18 سنه يعني. تمام. ليسي قول لي بقى، يعني ما شاء الله انتوا فريق 2000 برغم انك انت يعني انضميت متاخرا شويه في يناير، لكن فريق 2000 يعني محقق ما شاء الله نتائج كويسه جدا. المباراه اللي فاتت فزتوا على دجله 5-2. تمام. نتيجه كبيره. كانت المباراه فين، في مدينه نصر ولا في دجله؟ لا كان في دجله التجمع الخامس. كانت في ملعبهم. ملعبهم هناك. ما شاء الله. يعني دلوقتي النادي الاهلي في الصداره، وهنستعرض دلوقتي يعني على الشاشه هنشوف جدول المسابقه، بس عايزك تكلمني ما شاء الله يعني الرصيد صوره حلوه لمين؟ طيب هيورينا صور حلوه لليسي دلوقتي. طيب دي لحظه انضمامك للنادي الاهلي يا ليسي. اليوم كنت في الجزيره، ده في النادي الاهلي الجزيره. احمد السيد، ده احمد، مع احمد السيد، كابتن احمد السيد. وفي صوره ثانيه كمان. قول لنا بقى كواليس الصوره دي برضو، يعني نجم كبير زي محمد صلاح. ده يوم الماتش اللي هو صعدنا فيه ماتش الكونغو. ماتش الكونغو. كان في الفندق هناك عند اللعيبه. رحت اتفرجت على المباراه هناك؟ كنت موجود؟ كنت في الاستاد وخلصنا وطلعت هناك على الفندق يعني. نفسك في يوم من الايام تكون زي محمد صلاح؟ طبعا. يعني محمد صلاح يمكن مش في نفس مركزي، بس هو مثل الاعلى يعني، انا بحبه جدا يعني. يعني التحديات اللي انت بترسمها لنفسك، محمد صلاح في يوم من الايام يعني كان داخل قطاع الناشئين بالمقاولين العرب ورسم حلم لنفسه ووصل له، يعني ابتداها من مقاولين العرب بازل وبدا يتدرج وحلم وبدا يطور نفسه، هل انت حاطط طموح في نفسك في يوم من الايام يا ليس انك يعني توصل وتكون زي محمد صلاح في يوم من الايام؟ طبعا يعني كابتن محمد صلاح اي حد يتمنى يبقى في مركزه ده. بس انا نفسي الدرجه الاولى الاول في النادي الاهلي. تمام. ولو هيبقى في حاجه عن طريق يعني للخارج بره مصر تبقى عن طريق النادي الاهلي يعني. انت يعني انت بالرغم انك بقالك شهرين لكن اندمجت على طول في سياسه النادي الاهلي، وانا بحييك كلام يعني على كلام اللي انت بتقوله. هنروح نشوف دلوقتي برضو يعني مع ضيوفي جدول ترتيب مسابقه فريق 2000 بطوله المنطقه اللي ما شاء الله متصدرينها يعني بارقام قياسيه، ومتبقي يعني من 6 مباريات محتاجين ماتشين عشان يحسموا البطوله رسمي. زي ما احنا شايفين دلوقتي الاهلي في الصداره، لعب 20 مباراه فاز في 18، تعادل في ماتشين، مفيش خساره في ولا مباراه. اقوى خط هجوم 80 هدف وعليه 12 هدف. اقوى خط دفاع 56 نقطه في الصداره. مصر التامين في المركز الثاني 47 نقطه، وادي دجله في المركز الثالث، طالع الجيش المركز الرابع، الخامس النصر، سادس الاتصالات، سابع سكه الحديد، الثامن شباب زينهم، التاسع الغابه، العاشر سرايا القبه، 11 شباب عين الصيره، 12 المعادي واليخت، 13 مصر القاهري، 14 المقاولين العرب. كابتن عبد الله يعني ما شاء الله شاف الارقام دي ازاي؟ كابتن الارقام دي كل ماتش بناخد تحدي لوحده مختلف يعني. كابتن امين عرابي في كل محاضره بنتكلم احنا هدفنا 3 نقط، هدفنا ان احنا نطلع من البطوله دي من غير ولا خساره. هدفنا ان نطلع من البطوله دي. كان على طول كلامه في الاجتماع مع اللعيبه يقول له البنات دي زي البنك، خد وحوش في البنك. خد البنات وحوشها في البنك، خد اللي ما تفرطش. كابتن امين عرابي، كابتن امين، لما تيجي في اخر الموسم هتفتح الخزنه بتاعتك في البنك، هتلاقي التحويشه بتاعتك بتاعت السنه كلها هتلاقيها موجوده في البنك. فهو بيتكلم معاهم على طول في الكلام ده. فالبنات دي نتيجه عن ان اللعيبه ما شاء الله بتنفذ تعليمات كابتن امين، بتشتغل كويس جدا في التمرين، بتشتغل كويس جدا في الماتشات.
الحمد لله بنكسب معظم الماتشات كلها كسبناها، يمكن تعدلنا ماتشين بس. فاللي بنط دي يعني امر طبيعي ان انت لما بقى معاك لعيبه مميزه او مجموعه لعيبه مميزه زي دي ومعاك جهاز فني محترم زي كابتن امين عرابي والجهاز اللي موجود لا ده شيء طبيعي يعني الحمد لله. انا عايز اخدك يعني لرقم قياسي ما شاء الله عاملينه، الفريق الوحيد داخل قطاع الناشئين اللي ما تهزمش ولا مباراه تمام في المسابقه. تمام تمام تمام. طب عشان معانا دلوقتي على الشاشه زياره مهمه، كابتن عبد الله ليسي، كابتن محمود الخطيب نجم النادي الاهلي، واحنا بنستعرضها على الشاشه، ورسائل مهمه جدا من الكابتن محمود الخطيب. وزي ما قال الكابتن شطه برضو يعني كان بيشيد بالزيارات الكابتن محمود الخطيب المتكرره دايما قطاع الناشئين، زي ما كان الكابتن صالح والفريق مرتجي يعني بيزوروا دايما قطاع الناشئين، فهو بيشيد بزياره الكابتن محمود. شفت ازاي الزياره دي يا ليسي؟ والله يا كابتن، ولحد ما انا جيت في يناير ما كنتش لسه شفت الكابتن محمود الخطيب. يعني كان الزياره اللي هو جه فيها ما كنتش انا لسه جيت النادي الاهلي. يعني ما كنتش موجود؟ لا ما كنتش لسه جيت. كابتن عبد الله يعني اجتمع الاول كابتن خطيب بالمدربين في بدايه الموسم وكان بعد كده في زيارات لبقيه الفرقه داخل الفرقه. لا يعني من الحاجات الايجابيات المهمه جدا زياره كابتن خطيب، بتدي الدفعه للعيبه والمدربين للنادي بشكل ايجابي جدا جدا جدا. فيعني لا مجرد بس وجود كابتن خطيب موجود في النادي عندنا او زياره او اي حد بيسلم على كابتن خطيب ده، دي دفعه لوحدها بتحط عليكم مسؤوليه كبيره. طبعا طبعا مسؤوليه كبيره جدا ان انت بتلبس تيشيرت النادي الاهلي، بتدافع عن كيان النادي الاهلي، بتحاول تكمل بطولات النادي الاهلي اللي هي الحمد لله رب العالمين معظم الناشئين متسيدينها. فدي لا يعني حاجه ايجابيه جدا وحاجه بتزود عليك المسؤوليه طبعا. تمام. ليسي، مين مثلك الاعلى من الفريق الاول او انت دايما بتحب تتفرج عليه ونفسك يعني في يوم من الايام تبقى موجود جنبه في التمرين في التتش وتتمرن معاه؟ انا بحب كابتن حسام عاشور جدا. حسام عاشور والسوليه بس هو اللي في مركزي برضه. انا بحب طريقه لعبه جدا ناصر ماهر. ناصر ماهر خلي بالك، ناصر ماهر برضه يعني زي ما بيعرض دلوقتي يعني ده تدريب الفريق الاول. يعني ناصر ماهر برضه خرج من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي وكان لعيب مميز ودلوقتي ما شاء الله من الاساسيين، في يوم من الايام يعني تكون موجود ان شاء الله برضو معاهم الفريق الاول. وانا بحييك كمان حسام عاشور يعني خارج من قطاع الناشئين وما شاء الله سنوات طويله من العطاء مع الفريق الاول، ومع اي مدرب سواء اجنبي او مصري بتلاقي حسام عاشور رقم واحد وموجود طبعا. لا كابتن حسام عاشور يعني نص ملعب يعني سنين كتير في النادي الاهلي بطولات، و يعني محدش يقدر يختلف على الكابتن حسام عاشور. يعني انا على المستوى الفني انا بحب الكابتن حسام عاشور جدا يعني. طب مين بقى المستوى العالمي؟ هو انا كنت بحب انيستا جدا. انيستا الرسام انيستا يعني طبعا يعني فنان كنت بحبه جدا. ان شاء الله يعني تحقق كل طموحاتك كمان يا ليسي مع النادي الاهلي. كابتن عبد الله، عايز اخدك برقم صوره. طب ورينا ده كروري. دي صوره مانويل جوزيه طبعا، وكانت زياره مهمة جدا يعني في توقيت مهم للاعب النادي الاهلي والمساندة قبل مباراة شبيبة الثورة الجزائري. نتمنى ان شاء الله النادي الاهلي كل التوفيق. وجوزيه يعني برغم ان هو ما بيعملش في النادي الاهلي لكن دايما مرتبط ودايما موجود بالنادي الاهلي وعلاقته قوية بالجهاز الفني ولكل اللاعبين، ويعني وبنحيي مستر مانويل جوزيه على هذه الزيارة. يعني شوفوا بقى لصارتي ولقطة يعني دمها خفيف بياخد البركة من جوزيه. يعني لصارت يا عبد الله يعني عايزك تعلق على الكلام ده يا عبد الله. لا مستر مانويل ما يعني انت كابتن اسامه حضرته ولا لا؟ يعني حاجه تاريخ في يعني من عمل تاريخ للنادي الاهلي. بطولات كتير ما شاء الله، بطولات افريقيا، دوري، كاس. فيعني مستر لاسارتي بيهزر يعني بياخد البركه منه. عندنا ماتش بكره مهم مع شبيبه الثوره، ربنا يكرمنا فيه، فبياخد البركه منه. يا ربنا يكرمنا بكره ان شاء الله ونكسب ونصعد باذن الله. خلي بالك يعني بيعدها تاني وبياخد البركه. المهم في النادي الاهلي او الحلو في النادي الاهلي علشان تبقى دايما مساند وداعم، مش لازم بتكون بتعمل داخل النادي الاهلي. يعني مستر مانويل جوزيه اشتغل فتره كبيره وهو دلوقتي يعني مش موجود داخل النادي الاهلي، لكن دايما يعني موجود بدعمه ومساندته، ودي حاجه طبعا يعني تحسب لمستر مانويل جوزيه. كابتن عبد الله، عايز اخدك لنقطه رقم قياسي على مستوى الانديه وكل الفرق في مصر. ما شاء الله يعني لعبتوا 20 مباراه، فزت 18 وتعادل في ماتشين، مفيش خساره في ولا مباراه، ده رقم قياسي طبعا. الحمد لله طبعا الحمد لله. لا يعني كابتن زي ما بقول لك كابتن امين في المحاضرات بيحط اهداف للعيبه ان احنا بننفذها في الماتشات. الاهداف
ثلاث نقط: الاداء الجيد، عدم استقبال اهداف، عدم الخساره. دي من الاهداف بتاعتنا، عايزين نكمل الموسم ان شاء الله. فاضلنا 6 ماتشات، ان شاء الله نكمل الموسم بدون خساره وان شاء الله بدون تعادل تاني. يعني ده من ضمن اهدافك؟ طبعا، يعني ان شاء الله عندنا 6 ماتشات باذن الله بمكسب 6 ماتشات، دي من الاهداف بتاعتنا. يعني مش هتكتفوا بماتشين، عايزين تحسموها؟ لا ان شاء الله، يعني هو ال6 ماتشات بمكسب ان شاء الله 6 ماتشات، بتطوير اداء اللعيبه، بصناعه لعيبه للفريق الاول ان شاء الله باذن الله. فدي كلها اهداف ماشيين عليها مع كابتن امين عرابي، وربنا ان شاء الله يكرمنا ونحققها باذن الله. ان شاء الله تحاول انتوا يعني الاهداف اللي انتوا بتسعوا لها. ليسي، عايز اخدك بقى لابرز التعليمات دايما اللي بينصحك بقى الكابتن امين عرابي في في, في التدريبات. تمام. يمكن كابتن امين دايما يقول لي على حته ان انا ما استلمش بضهري من خط الوسط او المدافعين، استلم دايما، يبقى استلم بجنب عشان يبقى وشي للملعب. دي يمكن الكابتن امين دايما بيكلمني فيها يعني، وبينصحني بيها ان انا استلم بجنب عشان يبقى وشي للهجوم اكتر. تمام. لان انا بلعب في المركز زي ما قلت لحضرتك، ما ينفعش تبقى دايما واقف بظهرك والجول، فانت ده كل ما بتقف بجنبك بيسهل عليك عمليه الاستلام والرؤيه. يمكن زي ما قلت لحضرتك، المركز اللي بيلعبني فيه الكابتن امين ان انا بلعب تحت الفيرود، يعني صانع العاب، فالمفروض ان انا استلم بجنبي اكتر عشان اميل للهجوم. كويس. يمكن دي اللي الكابتن امين بيكلمني فيها دايما، يعني بيكلمك طبعا على التكمله الهجوميه كمان برضه. طبعا. وانت في حكم انت في مركز تحت المهاجم، فدايما اكيد بيقول لك يعني لازم تدوس في ال 18، لازم كره تبقى بالعرض، لازم تكون موجود كمهاجم تاني على الاقل. طبعا. يمكن برضو من النقط اللي بيكلمني فيها الكابتن امين ان انا ابقى دايما يعني ورا المهاجم، يعني لو بنلعب احنا بمهاجم ببقى انا في ظهر المهاجم دايما على طول، اللي هو مهاجم تاني يعتبر. تمام. وانا ما بكلمكش في حاجه؟ وانا ما بكلمكش في حاجه خالص. طبعا الكابتن عبد الله يعني بيكلمني في نقط ان انا اشوط كتير من بره ال 18. يمكن كان في ماتش المعادي، كنا يعني الشوط الاول كان مأزم شويه، فهو وهم مقفلين جامد ورا، فالكابتن عبد الله بين الشوطين كلمني قال لي انت ما بتشوطش ليه شوط؟ يمكن حتى الماتش ده انا جبت فيه جون برضه شوطه من بره ال 18. كويس. يعني برضه تعليمات طبعا الكابتن عبد الله. اسماعيل لعب ما شاء الله، لعب كويس جدا، يعني فرق معانا بين الدورين لما جه في شهر واحد، فرق معانا بشكل كويس. الماتش اللي فات بتاع دجله يمكن هو اللي افتتح الاهداف، جاب لنا اول جون في الماتش. فلا يعني الحمد لله لعب كويس وبيسمع الكلام وبينفذ التعليمات، بيحاول ينفذ التعليمات اللي بتتقال له من كابتن امين، فان شاء الله ربنا يكرمه باذن الله في اللي جاي ان شاء الله. قول لي بقى والدك ووالدتك بعد انضمامك للنادي الاهلي بقى، شعورهم ايه؟ يعني مبسوطين جدا، يمكن خطوه تفرق مع اي لعيب، وحابب ان انا اشكرهم جامد، لان هم يعني من وانا صغير وهم واقفين معايا جامد، واخويا طبعا. يعني كانوا دايما بيدعموني في من حته الكوره، لا هم وقفوا معايا كتير بصراحه. تمام. خصوصا والدي يعني وقف معايا كتير جدا في موضوع الكوره. تمام. كابتن عبد الله، عايز اخدك بقى للكابتن فتحي مبروك. يعني كابتن فتحي مبروك ما شاء الله شعله نشاط داخل القطاع، يعني مش مع فريق 2000 بس، ده كل مع الفرق وما شاء الله، يعني معظم فرق القطاع متصدره جدول ترتيب المسابقات كلها. يعني قول لي بقى المسانده والدعم للكابتن فتحي مبروك، يعني رئيس القطاع. لا يعني كابتن فتحي زي ما انت قلت يا كابتن اسامه، شعله نشاط ما شاء الله، تمارين موجود، ماتشات في اي مكان موجود، في فرق عندها ماتشات في السويس بيسافر، ماتشات في بورسعيد بيسافر، لا مش بورسعيد، في السخنه بيسافر. فلا يعني ما شاء الله شعله نشاط ومساند لينا على طول، على طول بينزل يتكلم مع اللعيبه، على طول بينزل يتكلم مع الجهاز. فيعني ما شاء الله ربنا يديله الصحه ما شاء الله، يعني شعله نشاط متواجد معاكم حتى في الماتشات، حتى في الماتشات وفي التمارين وفي كل حاجه موجود. انتوا ما بتسافروش منطقه القاهره؟ لا احنا ما بنسافرش، مفيش سفر. بس دايما حتى المباريات تبقى خارج الخارج كان موجود، سواء كابتن فتحي او كابتن هشام او كابتن اكرامي، واحد منهم بيبقى موجود. يعني يوم الاثنين اللي فات كان في 3 مباريات، كابتن فتحي كان في ملعب، كابتن اكرامي كان في ملعب، كابتن هشام كان في ملعب، فعلى طول يعني مسندنا بشكل كويس جدا يعني. تمام. ليس يقول لي بقى حرصت كام هدف في لحظه انضمامك للنادي الاهلي؟ يعني انت لسه على ما اعتقد ما لعبتش مباراه من اول الموسم انت، عشان لسه في يناير. لسه لحد دلوقتي تقريبا لاعبين 5 ماتشات او 6 ماتشات، جايب فيهم جونين وعامل 3 اجوان. طب كويس، يعني برضو مهمه جدا الارقام دي. يعني في المركز اللي انت بتبقى موجود فيه، حته تسجيلك الاهداف وصناعه الاهداف دي حاجه مهمه، زي ما احنا الكابتن عبد الله فاروق بيتكلم دايما الكابتن فتحي مبروك. بالظبط. لما كنا ماسكين 2008 كان على طول بينزل يلعب معانا مع الاولاد مربعات، كان يقعد يتكلم معاهم،
فلا يعني مساند على طول ما شاء الله بشكل جيد جدا، وربنا يكرمه ويديله الصحه ان شاء الله. لا وتحيه طبعا كابتن حسام، مبروك يعني طبعًا. على المسانده والدعم لكل الفرق بدايه ما شاء الله. احنا عندنا 2001 متصدر متبقي مباراه وحيده علشان يحسم المباراه، 2000 ماتشين عشان يحسم المباراه، 97 ما شاء الله. فعندنا معظم فرق القطاع ما شاء الله ماشيين بخطى ثابته. بتمنى ان شاء الله يعني لكل الفرق داخل قطاع الناشئين يعني التوفيق. عايز اخدك برضو يا كابتن عبد الله يعني لجدول المسابقه، ان الارقام دايما لما بتحب تتكلم اتكلم بالارقام، يعني 20 مباراه فوز 18 تعادل في ماتشين، مفيش خساره في ولا مباراه، بالرغم ان يعني الفرق بتلعب في منطقه، لكن انا شايف فرق قويه برضو في منطقه القاهره، يعني بتتكلم عن وادي دجله، بتتكلم عن طلائع الجيش، بتتكلم عن المقاولين العرب، يعني كان مصر التامين، مصر التامين فرقه كويسه جدا، فرقه محترمه. يمكن احنا في الدور الاولاني تعادلنا معاهم هناك 3-3 مصر التامين، مصر التامين وعندنا كسبناهم 2-1 او 3-2 فرقه كويسه جدا. فرقه الجيش وده الترتيب زي ما احنا شايفين على الشاشه، فرقه الجيش فرقه كويسه جدا محترمه جدا، برده تعادلنا معاهم في ملعبهم 1-1 وكسبناهم عندنا. فلا في فرق كويسه جدا، في فرق يعني ما شاء الله فرقه محترمه، بس احنا الحمد لله زي ما انا بقول لك كابتن عندنا مجموعه لعيبه مميزه، لعيبه كويسه جدا. طب قول لي بقى فعلا عندنا مواهب في 2000؟ لا فعلا ما شاء الله ما في مواهب في 2000، مواهب كويسه جدا جدا. كابتن امين يمكن نتكلم مع كابتن فتحي وكابتن امير توفيق ان هو عايز يعمل لهم عقود من كتر هم لعيبه فعلا كويسه ومجموعه مواهب كويسه. فلا يعني الحمد لله في مواهب كويسه وبينفذوا التعليمات، بيسمعوا الكلام، فالحمد لله دي مسهله الامور علينا. هو كان النهارده الكابتن امين عرابي كان معانا في مداخله مهمه في بدايه الحلقه، يعني ما رضاش يخصص لنا اسماء، لكن قال انا فعلا عندي مواهب موجوده داخل. لا عندنا عندنا ما شاء الله مواهب مميزه جدا يعني. ان شاء الله باذن الله ممكن احتمال كبير نشوفهم في الفريق الاول. تمام. ان هم مواهب مميزه جدا. ليس يقول لي بقى طموحاتك مع النادي الاهلي ايه؟ وانت لسه منضم حديثا كده، اكيد بترسم لنفسك حلم زي اي لعيب داخل قطاع الناشئين، خاصة انت لسه منضم حديثا، قول لي بقى طموحاتك مع الفريق الاول مع النادي الاهلي. هو يمكن زي ما قلت لحضرتك قبل كده كابتن اسامه في المداخله، يعني هو اي لعيب بيبقى موجود في قطاع الناشئين في النادي بيبقى بالنسبه له هو الدرجه الاولى، اول خطوه يعني قدامه. فهو انا بالنسبه لي حابب ان انا اكون موجود في الدرجه الاولى، ده اول هدف بالنسبه لي يعني. هو الدرجة الأولى أهم حاجة بالنسبة لي إن شاء الله. آمين. هنروح نشوف دلوقتي خريطة الأسبوع، الماتشات إن شاء الله اللي هتبقى الأسبوع اللي جاي في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، هنستعرضها دلوقتي مع حضراتكم على الشاشة، وهنبتديها مواليد 2005 السبت الأهلي وطلائع الجيش، مواليد 2003 السبت الأهلي وحرس الحدود بطولة الجمهورية للناشئين، مواليد 97 السبت الاتحاد السكندري والأهلي بطولة الجمهورية للشباب، مواليد 2002 الاثنين يوم الاثنين الاهلي ومركز شباب زينهم بطوله القطاعات للناشئين، مواليد 2001 يوم الاثنين المقاولين العرب والاهلي، ويكفي النادي الاهلي ان شاء الله الفوز في هذه المباراه لحسم البطوله مبكرا بطوله الجمهوريه للناشئين، مواليد 2000 يوم الاثنين 18 مارس الاهلي والمقاولين العرب بطوله منطقه القاهره، مواليد 2005 الاربعاء وادي دجله والاهلي بطوله سوبر براعي منطقه القاهره، مواليد 99 الخميس الاتحاد السكندري والاهلي بطوله الجمهوريه للناشئين، مواليد 2002 الخميس وادي دجله والاهلي بطوله القطاعات، مواليد 2001 الجمعه الاهلي وحرس الحدود بطوله الجمهوريه للناشئين. النهارده دي كانت خريطه الاسبوع، في الاسبوع اللي جاي ان شاء الله يعني مباريات الناشئين، وان شاء الله بنتمنى لكل الفرق القطاع التوفيق خلال المباريات الجايه. كابتن عبد الله فاروق شرفتنا ونورتنا. ربنا يخليك يا كابتن اسامه، والله انا يعني مبسوط جدا انا كنت معاك النهارده، حاجه تشرفني جدا ان انا اكون موجود معاك، وكنت وحشني جدا والله يا كابتن، فالحمد لله ان انا شفتك النهارده يا كابتن. ربنا يخليك بالتوفيق ان شاء الله. كابتن اسماعيل ليسي شرفتنا ونورتنا. ربنا يخليك يا كابتن اسامه، شرف ليا طبعا ان اكون موجود مع حضرتك النهارده. بشكر ضيوف النهارده اللي كانوا مشرفيني في برنامج الاشبال، الكابتن عبد الله فاروق واللاعب اسماعيل الليسي. بكره ان شاء الله بنتمنى للفريق الاول بالنادي الاهلي التوفيق وكل الدعم والمسانده للفريق الاول ان شاء الله، ونقدر نحقق هدفنا ونكمل المشوار ان شاء الله والصعود لدور الثمانيه في بطوله دوري ابطال افريقيا، وزي ما قال الكابتن سيد عبد الرازق نجم الاسماعيلي في الاهلي بيرضعوهم بطولات. نشوفكم الاسبوع اللي جاي مع الاشبال.